لك ايه يا خالد يا بيه. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن خالد، بشير التبعي مش مدافع سهل قوي يعني في الماتش ده، مش بالسهوله ان حد يعمل في بشير التبعي مدافع كان جامد جدا، صلب جدا، وترقص بسهوله. انت كنت متوقع انت ممكن تجيب؟ اكيد السؤال ده اتساله لك كتير. لا يعني هو لكن انا بتكلم على بشير تحديدا. لا هو بشير من المدافعين على فكره اللي عنده الحق مستيب يعني بصعب تلاقيهم في اي مدافع، اللي هو عنده سريع وقوي بالظبط، يعني سرعه قوي يعني بشير من عنده يعني جوه جسمانيه كبيره جدا، وبيعرف يحجز كويس، بيرخم وبيعمل زحلق كتير، وعنده حلول كتير قوي دفاعيه، وهو من الناس الموهوب دفاعيا على فكره، من الناس الموهوبه دفاعيا. يعني انت بتتكلم على الناس الموهوبين دفاعيا هتلاقيهم قليلين. بشير دي حقيقة. تتكلم على وائل جمعه، تتكلم على احمد سيد، تتكلم على شادي برضه من الناس اللي كانت، عماد النحاس، في مدافعين بتحس ان هم موهوبين، مش الفكره ان هو بيدافع وخلاص. لا، بشير كان بيعرف يحل لنفسه المواقف الدفاعيه اللي بيتزنق فيها. يعني انت انما الماتش ده احنا خلاص ركبنا الماتش. هو بشير اتظلم كتير قوي في المباراه دي، لان اوقات كتير ما بقاش هو اللي ماسكني، هو بيجي يغطي على حد يعني ويبعد ويهرب. هم خلاص، هو كان في زي ما بقول ايه، ضربت مسمار في نعش ال 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 الشكل الدفاعي بتاع النادي الزمالك كله. فانت فكرني بالملاكم، لما الملاكم البطل لما ياخد واحده مش عارف بيسموها ايه كده، خلاص انت ممكن تضربه في اي حته خلاص. بس فهو حتى كمان لما نزل مدحت عبد الهادي جنبهم، يعني هم كانوا بيلعبوا، وكان رضا سيكا وبشير، وكان قدامهم تامر عبد الحميد، وراح منزل لهم مدحت عبد الهادي، في زحمه. الزحمه دي اللي حصلت احنا استفدنا بيها اكتر.